think against Barcelona against Messi. When Messi this one. فكانت عين ميسي تصطاد انه من المشجعين دائما موجوده. ماذا كشف محمد عدنان عن صفقات نيمار ومبابي؟ راح تشوفوا مبابي لاعب لنادي ريال مدريد. مباريات في الملعب، تحديات او عزائم اكل. بالشكل ده بتكون لقاءات محمد عدنان مع عدد من اشهر نجوم كره القدم في العالم، وتحديدا لاعبي نادي باريس سان جيرمان. الحمد لله رب العالمين انه جاتني اكثر من فرصه اني اعمل اشياء كثير كويسه. اشكر طبعا التيم اللي بيشتغل معي، كذلك اللي بينسق هذه التنسيقات. اشكر كل مؤسسه فتحت لي فرصه اني التقي بهؤلاء النجوم والعب معاهم واعمل معاهم حلقات، كما حصل مؤخرا مع كاكا، حلقه كاكا، او قبل هذه حكيت ميسي او مبابي. الحمد لله رب العالمين. بالعاده الفرق الكبيره ان جاءت على قطر برضه بيكون لي فرصه اني احظى بعمل حلقات ولقاءات معاهم يعني. فمحمد يعتبر من اشهر صناع المحتوى العرب وبيقدم محتوى متنوع بيركز اغلبه على كل اللي بيحصل في عالم كره القدم من خلال قناته في اليوتيوب واللي بيتابعوا عليها أكتر من 7 مليون شخص. بيقدم لهم فيها معلومات حصرية عن كتير من أشهر نجوم كرة القدم زي ليونيل ميسي. انقطع حبل الود تماماً ما بين نادي باريس سان جيرمان والأسطورة الحية البولغا ليونيل ميسي. المعلومات الحصرية اللي بتجيك عن ميسي من مين؟ يعني على حسب المصادر. في إيدي بصراحة بعض الأصدقاء من مدراء أعمال اللاعبين موجودين في أوروبا، العرب طبعاً العرب، وكذلك في عندي صديق اللي مقرب تعرفوه ايضا مبخوت المري، هو دائما الذي يحوم حول برشلونه وما الى ذلك يعني. فصديقه مبخوت المري كان اول من اعلن ان ميسي مش هيرجع لبرشلونه او يوقع مع الهلال السعودي بعد خروجه من باريس سان جيرمان، وانما هيروح للدوري الامريكي. حسب الاخبار الاخيره اللي وصلتني ميسي رايح امريكا. سبق كل الصحفيين الاجانب عندما اعلن انه ميسي سيكون لاعب لانتر ميامي قبل كل حدا في الدنيا، وقد صدق في ذلك وقد كان. فمبخوت مقرب جدا من ميسي لدرجة ان ميسي كان عامل له فولو على الانستغرام قبل ما يلغيه بسبب احتفال مبخوت بفوز السعودية على الارجنتين. دائما انا بقول انه مبخوت له من اسمه نصيب. مبخوت كيف تعرف على ميسي؟ مبخوت كيف تعرف على ميسي؟ وفي هذه قصة قديمة، هذه تقريبا 10 سنوات. كان دائما مبخوت يذهب ويأخذ التذاكر اللي بتكون وراء دكة لاعبي برشلونة مباشرة، فكانت عين ميسي تصطاد انه من المشجعين دائما موجود، ثم كان دائما يهرب ويكون موجود في مواقف اللاعبين عند سياراتهم في المواقف الخاصة. شاطر، هو مدردح، وبعد ذلك كان يعطي ميسي بعض الهدايا، فصاروا الناس حتى يعطوا ميسي هدايا ما يعرفوا كيف وصلوها، يوصلوها عن طريق مين؟ مبخوت. فميسي ألف مبخوت وعينه ألفته، فصاروا أصدقاء بعد ذلك قبل ما يحصل الطلاق اللي صار في كأس العالم 2022. كيف عرف عن نفسه؟ عطوا أنا صاحب ميسي. وبما أن ميسي ما راحش النادي الهلال السعودي، سألنا محمد مين ممكن يكون بديل مناسب. اقترح لي لاعب للهلال يعوضهم عن ميسي أو يكون زي ميسي بالهلال. لاعب زي ميسي بالهلال، هو مش كنت بده شوية ضبط هذا اللاعب، ولاعب كتير ممتاز وبرأيي هو أفضل من أنجبت كرة قدم عبر تاريخها، ولكنه يحتاج إلى شوية ضبط. أتكلم عن نيمار جونيور. بعض الناس بيقولوا لي محمد عندك رقم نيمار لأني عملت معاه حلقتين. رجعت لبرشلونة متاحة مطروحة على الساحة، ولكن أيضا موضوع في مال لابد أنه يتم الدفع في الموضوع، وقد يدفع باريس جزء من صفقته. قد فكتير من أخبار سوء الانتقالات الصيفية شغل الصحافة العربية والعالمية. قنبلة سوق الانتقالات شو ممكن تكون؟ قد تكون مبابي بنسبة كبيرة جدا تتخطى 90%، لأن موضوعه معقد جدا. موضوع أوكي، هو موضوع مالي، هو لازم يتنازل شوي. ريال مدريد يترقب ينظر لموقف كثب، ولكن أنا برأيي أنه لن يخرج الموسم القادم فور فري، هذا لن يحصل. باريس سان جيرمان عندهم الأستاذ ناصر الخليفي، هو داهية في المفاوضات، لن يخرج مبابي فور فري. الأفضل لجميع الأطراف أنه يخرج الآن، وبرأيي الموضوع موضوع وقت، وراح تشوف مبابي لاعبا لنادي ريال مدريد، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لمحمد عدنان، شو الحدث الأهم كرويا راح يكون عام 2023؟ طبعا 2024 ولا 2023؟ 2024 الموسم الجديد. يعني الموسم القادم احسن 2023 2024 هو كأس آسيا، برأيي بحكم تواجدنا احنا هنا في المنطقة الآسيوية، كأس آسيا ومنتخب فلسطين ومنتخب الأردن بيشاركوا، وانتظر منهم نتائج تكون جدا إيجابية، خاصة إنه الحدث سيكون عندنا في قطر إن شاء الله، وسنغطي البطولة إن شاء الله أفضل تغطية ممكنة، سواء من الملعب أو الاستوديو تبعي والحلقات التي لا تتوقف. قرأها صح وحلق.